ودي أكلتنا النهاردة إن شاء الله تنول إعجابكم. طاجن العكاوي بالبطاطس مع البصل القرمة، بجد هتعجبكم قوي إن شاء الله. هتعملوها بطريقتي، وإن عجبكم الفيديو امشوا معاه للآخر واتفرجوا عليه للآخر، إن شاء الله تستفيدوا وإن شاء الله يعجبكم جدا بالطريقة اللي احنا عاملينها. هتشوفوها طريقة بسيطة وسهلة بإذن الله تنول إعجابكم. هي عبارة عن طاجن عكاوي. المهم تكوني جايبة العكاوي من عند جزار كويس انت بتثقي فيه، عكواية كده حلوة جميلة، ونعملها بالتشويحة الجميلة والتتبيلة الحلوة. وبعد ما نشوحها بالبهارات اللي احنا بنحبها، الملح والفلفل، عايزة روزميري، عايزة حبهان مطحون، وبعدين فصين مستكة كمان، وبعدين نحط عليها المية المغلية. اهم حاجة لازم لما نيجي نشوحها في حلة او في حاجة لازم تكون الحلة سخنة، ولما نحط عليها المية لازم المية تكون مغلية، وان شاء الله هتستوي وتبقى حلوة جدا معاكم. واعملوها بالطريقة دي بإذن الله هتعجبكم وتنول اعجابكم. يلا بينا نشوف الفيديو ونشوف احنا عملنا ايه واشتغلنا ازاي، وان شاء الله تنول اعجابكم. السلام عليكم، اهلا بيكم متابعين الاعزاء، معاكم أمل فؤاد من قناتي، قناة لولا كيتشن. النهاردة هنعمل أكلة مش بنعملها باستمرار، هنعملها إن شاء الله بطريقة حلوة وبسيطة تعجبكم. معانا العكاوي، نقول بسم الله ونبدأ. بسم الله. العكاوي دي حاجة لها طعم كده حلو قوي. أنا معايا جايبة عكوة كده جميلة وسلقتها، حطيت في مية السلق بصلة، ورق لوري، حبهان صحيح، طبعا شوية ملح وفلفل. ممكن انتي حابة تحطي جزرة وتحطي حباية طماطم، ممكن وممكن من غير. انا ما حطيتش لا طماطم ولا جزر، انا حطيت بس بصلاية كبيرة قطعتها 4 والتوابل اللي انا قلتلكوا عليها. تمام. لما استوت فاضل لها غلوة واحدة وتنتهي، فانا طفيت عليها. تمام كده. وتقريبا كيلو بطاطس متقطع زي ما انتوا كده شايفين اهي. تمام كده. معانا معلقتين معجون طماطم كبيرة، معانا معلقة سمنة بلدي صغيرة، لان العكاوي دسمة فبنحط يعني المعلقة السمنة البلدي دي بس تدي ريحة وطعم حلو. طبعا معانا بصل اللي هو البصل القرمة، وكمان معايا بصل مقطعاه 4، هي بتحب البصل الكتير. برضو انتي حابة تحطي معاها جزر، تحبي معاها خضار مشكل، ممكن تعمليها، لكن انا النهاردة عاملاها ببطاطس وبصل مكعبات وقرمة بس، مش اكتر من كده. التوابل ملح وفلفل، مفيش حاجة تانية. خلي بالك ان انتي كل لما بتكتري التوابل الطعم بيختلف تماما، من كل ما تزودي تابل معين بيغير الطعم خالص، فهي بتتحط لها ملح وفلفل وخلاص. حبيتي تحطي بهارات لحمه ممكن تحط لها، جنزبيل عايزاها شويه حاره كده ممكن تحطي، لكن انا حاطه ملح وفلفل بس كده. نحط بقى، نقول بسم الله ونلخبط الحاجات على بعض زي ما انتوا شايفين. العكاوي اهي هنرصص كده البطاطس، وبعدين هنحط كمان البصل كده. حطينا البطاطس، شوفي شكلها، حطينا البطاطس وحطينا البصل مع العكاوي. لسه بقى هنحط معجون الطماطم وكمان هنحط معلقة السمنة البلدي. طبعا دلوقتي احنا هنحط شوربة العكاوي اللي احنا كنا سلقينها بيها، وهنحط معلقة السمنة البلدي كده الفظيعة اللي بتدينا ريحه اكل زمان. وطبعا هنحط نقطه زيت صغيره والملح والفلفل. وادخلها الفرن، هغطيها طبعا بفويل وهدخلها الفرن. شوفي شكلها زي ما انت شايفه، بصراحه تتاكل نيه. هحط عليها بقى شوربه العكاوي زي ما انتوا شايفين كده. هنحط بقى، نسقي بشوربه العكاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله، بصي جميله جميله جدا، هي بجد شكلها تحفه اهي. خلاص كده، فطبعا لما تغلي بقى انا هغطيها بالفويل وادخلها الفرن. هتغلي بقى مع بعضها، تتشارب مع بعض، وبعدين نشوفها ان شاء الله بعد ما تخرج هيبقى شكلها عامل ازاي. تمام، هدخلها الفرن وارجع لكم. وادي طاجن العكاوي بالبطاطس الفظيعه بعد ما خرجت من الفرن. على فكره العكاوي ناس كتير بتخاف منها ومش بتحب تاكلها يعني قوي، لكن لما بتتعمل على اصولها زي ما عملناها مع بعض بالتتبيله الحلوه ان شاء الله تاكلوا صوابعكم وراها وتعجبكم ان شاء الله، تعجبكم. وعلى فكرة العكاوي في أفكار كتيرة، منها ممكن نعمل طاجن العكاوي بالبصل بس كله بصل، ممكن نعملها كمان بالبطاطس زي ما احنا عاملينها كده، ممكن نعملها مع البامية بيبقى برضو طعمها حلو قوي. أهم حاجة إن احنا لما في الأول نسلقها تكون المية بتاعت السلق تكون مية مغلية. بنحطها الأول في حلة سخنة وبعدين نشوحها في الحلة السخنة دي مع نقطتين زيت صغيرين وفصين مستكة، ونشوح العكاوي حلوة قوي. وبعد كده نضيف لها المية المغلية، وبعدين طبعا بنحط ورق اللوري والحبهان مع البصل المتقطع. ممكن تحط لها جزر، ممكن تحطي كمان معاها طماطمتين او طماطمايه حسب ما انت عايزه، فبتديها نكهه وطعم حلو جدا. وقبل ما نحطها تتشوح نكون متبلينها بالملح والفلفل. لو عندك حبهان مطحون تتبليها بيها، لو عندك روزمير تتبليها بيها، بتخلي ريحتها حلوه جدا. جربوها بطريقتي ان شاء الله تعجبكم جدا. وما تنسوش الاشتراك في قناة لولا كيتشن، ما تنسوش تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللايك والشير بتاعكم والتعليقات الجميلة بتاعتكم. ان شاء الله نتقابل في وصفة جديدة مع أمل فؤاد لولا كيتشن. شكرا، مع السلامة.